مرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. أرحب بضيفي العزيز دكتور أنطوان شديد، تعرفونه جيدا، هو مرجعنا في كل ما يتعلق بأمراض القلب. إذن دكتور أنطوان شديد هو الاختصاصي في أمراض القلب، يمارس مهنته ما بين مستشفى بومبيدو الأوروبي وأيضا مستشفى الخاص بارليتو، وربما عيادة أيضا خاصة جديدة في ضواحي باريس. أهلا وسهلا بك دكتور أنطوان. أهلا فيك، سعادة دائما أن نستضيفك وأن نأخذ منك المعلومات المفيدة بالنسبة لمستمعينا، خاصة فيما يتعلق بمهمة التوعية والوقاية الطبية. السعادة والسرور هني إلي، وبتمنى لك وبتمنى لكل المستمعين سنة 2018 أن تكون سنة فيها الصحة الدائمة للكل للجميع، وأكيد النجاح الدائم. شكرا. أنا دائما أكرر أن الصحة أغلى ما نملك، من دون صحة لا نستطيع لا أن نعمل، لا أن نشعر بالسعادة، حتى لا أن نجمع المال. صحيح. لأنه يعني نقول أين هي السعادة؟ هل هي في المال؟ هل هي في النجاح؟ أنا أقول أنها في الصحة. أكيد في الصحة. ما هو المثل؟ هو مثل صحيح، العقل السليم في الجسم السليم. إذا ما كانت الصحة سليمة وجيدة ما في شيء بيمشي، يعني هي الأساس وهي أهم شيء وقبل كل شيء. نعم. وهيك بيكون في بعض الأحيان أخبار طريفة عن هيدا الموضوع بتبقى إلى معانيها، يعني اللي بيكونوا بعمر بعضهم مراهقين بيكون عندهم الإنرجي، يعني عندهم الطاقة. الحيوية وعندهم الصحة، ولكن ما عندهم المال. نعم. اللي بيصير بعمر 40-50 بيصير في عنده مال، بيصير في عند بتدل الحيوية تخف ونجاح، بس ببطل في عنده وقت. اللي بيصير بالعمر كبير بتروح الصحة، بيصير في عنده وقت وبيصير في عنده مال، بس بطل في عنده صحة، صارت الحياة إلى آخرة يعني. نعم. فبقى العبرة أنه الواحد يستفيد من صحته ويحافظ عليها برموش عيونه، يعني أهم شيء يملك الإنسان هو صحته، وهيدي لازم تكون الهدف الأساسي لكل تفكيره للشخص، أنه كيف يحافظ على صحته، مش أنه كيف يجمع أموال وكيف يبني مستقبل وكيف يخطط ليعمل مشاريع كبيرة. أهم شيء كيف يخطط لتبقى صحته سليمة ويبقى بصحة جيدة، هي رأس مال الأول، وهي رأس مال الأول. شكرا دكتور أنطوان، طبعا سنضع ذلك كرسالة يومية. شو رأيك هيك نعمل مونتاج نمرر هذه الرسالة كل يوم؟ على كل حال سنحتفل بالعيد الثامن لبرنامج الصحة المستدامة، وسنعلم من مستمعينا طبعا كيف أثر هذا البرنامج وكيف أثرت كل الرسائل التي أعطانا إياها طبعا أطباء الصحة المستدامة في حياتهم. اليوم سنتحدث عن الأمراض التي تسبب لنا مشاكل في القلب. هل هناك أمراض لا علاقة لها أبدا بالقلب وتسبب لنا مشاكل؟ طبعا طبعا طبعا، ورح أحصرها بثلاث أنواع. أول نوع هي الالتهابات. نعم. الالتهابات عندما تكون في الجسم، في أي حيلا عضو من أعضاء الجسم، حتى في اللثة، يعني عند الالتهابات الأسنان. نعم. في يكون جراثيم بتفوت على داخل هالدم وتفوت على القلب وتضرب القلب. نعم. وهيدي بتعمل شيء بيسموه أندوكارديت، بتضرب صمامات القلب. نعم. النوع الثاني الكبير هو الأمراض لمالادي أوتو إيمون، يعني الأمراض يلي المناعة بيكون الذاتية. المناعة الذاتية فيها متأثرة. نعم. وثالث أنواع من الأمراض كتير هي الأمراض الرئوية يلي بتأثر على القلب بطريقة كتير قوية. وفينا نزيد كمان جلطات الشريانية مش الوريدية، يعني مش الجلطات اللي بيكونوا بالأرتير، الجلطات اللي بيكونوا بالفين، يعني لترومبوفليبيت. نعم. لترومبوز فينوز بروفوند بيقولوا له، يعني تخثر الدم في الشرايين يلي عم تجي على القلب، ومن القلب بتطلع على الرئتين، بتسكر شرايين الرئتين، هذه بتأثر على القلب كمان. نعم. طبعا سنفصل لماذا تحدث هذه المشاكل، لماذا لا ننتبه إلى صحة أسناننا ونقع في مشكلة قلبية فيما بعد. معك دكتور أنطوان شديد، طبعا أذكر بأنك اختصاصي في أمراض القلب، ومن الممكن أن يطرح عليك مستمعو مونتي كارلو الدولية والصحة المستدامة
الأسئلة سواء من خلال الهاتف على هذا الرقم. كاتيا سعد هي التي تأخذ الاتصالات، تدون أرقام الهواتف وتعود الاتصال بكم. 00333-969-3232-3314. إذن هذا هو رقم الاتصال بنا. من الممكن أن تكتبوا إلي أيضا بأسئلتكم على رقم الواتساب التالي 00336-7294972. ننتظر كل مشاركاتكم في الصحة المستدامة اليوم. لا تنسوا أنكم تستطيعون أيضا مشاهدة هذه الحلقة من خلال الفيسبوك لايف. الآن ننتقل إلى الدراسة، دراسة اليوم دكتور أنطوان جديد، سننتظر طبعا تعقيبا منك عليها بعد الظهيرة. هو الوقت المثالي لجراحات القلب. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر. خلصت دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة The Lancet البريطانية مؤخرا إلى أن خطر التعرض لمضاعفات خطيرة بعد عملية للقلب يكون أدنى بمرتين عندما تجرى العملية في فترة بعد الظهر مقارنة مع مخاطر إجرائها في الصباح، وذلك جراء مفاعيل الساعة البيولوجية. وقال طبيب القلب دافيد مونتاني، وهو أحد معدي الدراسة، جراحات القلب آمنة مع القليل من المضاعفات على وجه العموم، لكن إذا ما نظرنا تفصيلا يبدو أن الجراحة خلال فترة بعد الظهر توفر حماية للقلب. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مونتاني قوله: فهم هذه الألية يتيح تصور طرق علاجية جديدة، ويخضع نحو 20,000 شخص سنويا لجراحة للقلب في فرنسا في حالات غالبا ما تكون مرتبطة بالتقدم في السن أو البدانة أو السكري. وأشار بارت ستايدز الأستاذ في المركز الجامعي والاستشفائي الإقليمي في مدينة ليل الفرنسية، وهو أيضا أحد معدي الدراسة، إلى أن الوقت خلال النهار أي الساعة البيولوجية يؤثر على تفاعل المريض مع هذا النوع من العمليات، لافتا إلى أن الفارق لا يستهان به. وأشرف الفريق الطبي في ليل على تطور حالات حوالي 600 مريض خضعوا جميعهم لعمليات في المركز الاستشفائي الجامعي في ليل، وتوزعت فترات إجراء هذه الجراحات منصفة بين الصباح والمساء، وذلك لتغيير صمام القلب أو لفتح مجرى جانبي للشريان التاجي بين يناير 2009 وديسمبر 2015. وتابع الأطباء هذه الحالات على مدى 500 يوم بعد الجراحة، وبينت أرقام الدراسة أن المرضى الذين خضعوا للجراحات في فترة بعد الظهر واجهوا مخاطر أدنى بواقع أن نصف في التعرض لمضاعفات خطيرة بعد العملية. ولفت ستايز إلى تسجيل فوارق أيضا على المدى المتوسط والطويل. ولفتت الدراسة إلى أن هذا الفارق متصل بمدى تقبل جسم الإنسان لنقص الأكسجين في الخلايا القلبية جراء توقف مؤقت لوظائف القلب، وهو أمر لازم للعملية. هذا ويوصي الباحثون تاليا إجراء عمليات القلب خلال فترة بعد الظهر مع الصعوبات اللوجستية المترتبة على ذلك. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر. إذن طريفة هذه الدراسة دكتور أنطوان، لم أفكر أبدا أن توقيت العملية قد يؤثر على نجاح العملية أو على المضاعفات. ما رأيك أنت؟ حتى قبل ما نوصل إلى العملية، نعم، نحن بنعرف في الدراسات بيّنت أنه أكثر الوقت يلي بيصير فيه أكتر شيء أمراض قلبية ودماغية وجلطات هو الصباح الباكر، وهذا هو جراء الساعة البيولوجية لجسم الإنسان. يعني عند الصباح بيكون في حالة تخثر الدم عم تقوى وعم بتسبب هيدي الجلطات. منشان هيك نحن بنعطي أهمية كتير لهيدا الموضوع، والأدوية بس بدنا نعطيها بشكل إنه تحافظ على نتيجتها خاصة عند الصباح الباكر. بهيدي الفترة بيكون الهرمونات بالجسم، يعني هالتغير بين الليل والصباح بيكون في تغيير هرموني كتير كبير بالجسم، وبيزيد طلب الخلايا وخاصة خلايا القلب للأكسجين. وأكيد الدراسة أنت قلتيها بآخر فقرة من
اللي حكيتي عنه انه كمية الاكسجين الخلايا القلب بيصيروا بحاجة الى كمية اقل بعد الظهر نعم. من الصباح، ومش هناك بتكون النتائج ايجابية اكتر اذا العملية انعملت بعد الظهر. نعم، شكرا دكتور أنطوان شديد، نواصل معك. طبعا أشكرك على هذا التعقيب الهام جدا بالنسبة لنا. يا ترى سنبدأ بالأمراض التي تصيب الأعضاء الأخرى والتي للأسف تؤثر على القلب أو تؤدي إلى أمراض قلبية، تفضل. إذا نبدأ بالأسنان، رح نبلش بالالتهابات. الالتهابات يلي بتصيب الأندوكارد يعني القلب الداخلي، هو القلب مشكل من ثلاث شرائح. نعم. الأندوكارد، ميوكارد، بيريكارد، يعني منبلش من الجوف الكافيتي. نعم. محل ما عم بيجري الدم، بعدين في عنا الأندوكارد، بعدين في عنا العضل يلي هو الميوكارد، وبعدين في البيريكارد يلي هو خارج العضل. نعم. رح منبلش بالأمراض الالتهابات يلي بتصيب الشريحة الداخلية من القلب يلي هي الأندوكارد، وبيسموها أندوكارديت أنفكسيوز. نعم. التهابات جرثومية، هذه الجراثيم بتجي من مختلف أعضاء الجسم، بتكون عم تجري بالدم، توصل على الصمامات في القلب وعلى الإشرة الداخلية من هيدا من عضل القلب، وبتصير تتكاتر هونيك بشكل غير طبيعي، وتكاثرها بيسبب التهابات في الصمامات وبيدمر الصمامات، بيصير في عنا تنفيس كتير قوي، هذا التنفيس بيؤدي إلى عوارض من الضيق بالنفس أو الوجع أو الورم في الرجلين أو حتى تقطيش في نبضات القلب. هذه الالتهابات هي خطرة كتير، والمنطقة هذه المنطقة من القلب منا كتير مغذية بالشرايين، يعني إذا كنا عم نعالج بأنتيبيوتيك ما بيوصل الدواء بطريقة فعالة على هذه المنطقة، مش هناك بحاجة لدوز لعيار أنتيبيوتيك يكون كتير عالي، جرعة قوية كتير، وربما عن طريق المصل في العروق ولمدة كتير طويلة تتراوح بين 4 أسابيع وست أسابيع من خلال العروق. هيدي خطرة على المريض. في بعض الأحيان بنكون بحاجة إنه يكون في إنه نعمل عملية ونغير صمامات القلب. الأسباب يلي بتودي لهالمرض هي عديدة، يعني التهابات وين ما كانت، حتى إذا كانت بالأسنان، وعادة نحن عادة منفتش على الالتهابات بالأسنان لأنه هونيك في جراثيم كتير بالفم وعند اللثة يعني حول الأسنان، هذه الجراثيم بتجري بالدم وبتسبب الأندوكارديت أنفكسيوز. في يكون كمان كيف من الممكن أن تصل دكتور أطوان؟ كيف من الممكن، يعني ما هو الطريق المجرى من اللثة إلى القلب؟ عادة في عنا بالأسنان هي كتير مغذية بالشرايين، في كتير شرايين بالمنطقة الداخلية من الأسنان. نعم. وقت اللي بيكون في تسوس بالأسنان بيكون في كمية هائلة، يعني مليارات من الجراثيم. نعم. وبس تجي ان كونتاكت مع هيدي الشرايين بتصير تفوت على الدم، بس تفوت على الدم بتصير تجري بتروح وتوصل لهالقلب. نعم. وبالقلب بهيدي المنطقة يعني بعض الأحيان بيكون في مشاكل خلقية، يعني الإنسان خلق معه بتكون مشاكل بسيطة، في عيب كتير بسيط. نعم. دغري هذه البكتيريا بتلتقي مع هذا العيب وبتصير تتكاثر بهذه المنطقة وبتسبب الالتهاب. نعم. هلأ مش بس بالأسنان، يعني الأسنان هي عادة ما نجدها عند هذا النوع من المرضى، ولكن في يكون التهابات في الأمعاء، التهابات في المسالك البولية، التهابات في الرئتين، التهابات في المرارة، يعني حيلا نوع التهابات بيودي إلى جراثيم في الدم محتمل أنه يوصل
إلى الأندوكارديت والتهابات بالصمامات. نعم، بما أنه عم نحاول نصور فيسبوك لايف ولم ننجح فسنقوم بستوري قصيرة على الفيسبوك، فيسبوك الصحة المستدامة. دكتور أنطوان، نواصل معك إذن، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، هل الوقاية اللازمة إذن هي الانتباه إلى كل هذه المشاكل؟ هل هناك ربما فحص طبي دوري يجب أن نقضي عليه لكي لا تؤدي كل هذه المشاكل التي قد تبدو ربما في البداية مشاكل بسيطة ليست خطيرة؟ هي مشاكل ذات أهمية عالية، لأنه النتائج اللي بتتراكم بتكون خطيرة جدا. يعني بعض الأحيان نوصل إلى عملية قلب مفتوح وتغيير صمام من جراء بسبب الأسنان المسوسية اللي تم إهمالها وما تعالجت بالوقت المناسب. كم هي النسبة مثلا دكتور أنطوان من خلال ممارستك لمهنتك، هل لاحظت أنه مثلا عدد الأشخاص الذين يهملون مشكلة تسوس الأسنان عددهم كبير يخضعون كبيرة؟ عددهم كبير، نحن منشوف الأمور بطريقة تانية، نحن منا أطباء أسنان لنعرف كم هو عدد الأشخاص يلي عندهم تسوس بالأسنان يلي بيعملوا أندوكارديت أمراض قلبية. هذه برأي الأطباء الأسنان هني بيكون عندهم فكرة أحسن. نحن منشوف المرضى اللي بيجوا مع أمراض قلبية ومنفتش على السبب، واحد على اثنين يعني اون فوا سور دو بيكون السبب جاي من الأسنان، من تسوس الأسنان. كيف تفرقون ما بين الأسباب أنتم؟ لا يعني نحن منفتش يعني بس يجي واحد كيف معه. كيف تستقصون؟ هي عملية استقصاء. عملية استقصاء. أول شيء بدنا نشخص المرض، يعني منشوف أنه في تنفيس بصمام من الصمامات، يعني هذا بيبين على الإيكوغرافي كاردياك، بيبين أنه في مثل تلولة، يعني في نوع معين من الجراثيم بتكبر وبتصير مبينة على الصورة الصوتية. من نعمل فحوصات دم، تحاليل مخبرية، وخاصة منحط الدم بكولتور ومنخلي الجراثيم تتكاثر. هون منكتشف الجرثومة ونوع الجرثومة واسمه، ومنعرف من أي عضو من أعضاء الجسم جاي. يعني في أنواع من أي مصدر آتية. في أنواع ما بتنوجد إلا بالفم، في أنواع ما بتنوجد إلا بالأمعاء. هون منصير نفتش على حسب نوعه من أي مصدر جاي. أكيد بالفم نطلب فحص طبيب الأسنان، بنعمل سكانر، بنعمل صورة للأسنان، وإذا كانت مصدرها الأمعاء هون بدنا نطلب الطبيب الجهاز الهضمي، وأكيد أهم شيء بنعمل نظور لنفتش على السبب ونعالج السبب، لأنه ما بيكفي نعالج النتيجة اللي هي كانت التهاب في القلب، لأنه إذا عالجنا التهاب القلب وبقي السبب موجود بعد شهر أو شهرين من علاجنا بيرجع المرض بيجي عن جديد. يعني بدنا نفتش على السبب، مضطرين أنه نلاقيه ونعالجه بطريقة راديكالية لا حتى ما يرجع يصير في مرض قلبي مرة تانية. نعم الدكتور أنطوان شديد، مثلا إذا اليوم أنت قرنت ما بين المشاكل القلبية الناجمة عن مشاكل في القلب نفسه والمشاكل القلبية الناجمة عن الأعضاء أو كل ما ذكرناه، هل نستطيع أن نقول أنه النسبة 50-50 أم لا؟ لا أكيد لا. لا لا لا. بالنسبة المشاكل القلبية في القلب 80% مشاكل القلبية في القلب و20% ناجمة عن أسباب موجودة في الأعضاء الأخرى. بكل الأحوال تتعاملون مع هاتين المشكلتين سواء من الأعضاء الأخرى أو من القلب بنفس الطريقة؟ طبعا. الفرق الوحيد أنه إذا كانت المشكلة من القلب علاجها سهل، بس إذا كانت المشكلة من خارج القلب إذا ما عالجناها بالعضو يلي جاي منه ما بنقدر نحل المشكلة القلبية. يعني إذا ما عالجنا مصدر الالتهاب والمصدر يلي عم بيجي منه الجراثيم ليسببوا لنا الالتهاب بالقلب ما منعالج قصة القلب، ولكن إذا كان المصدر هو القلب علاجه سهل، بعلاجه بيختص فينا، ولكن بهيدي الالتهابات بدنا نعالجه مع الأطباء الاختصاصيين كمان ونفتش على المصدر ونعالج المصدر. نعم، إذن هل نستطيع أن نقول لتجنب مشاكل القلب الناجمة عن
أمراض أخرى أو عن مشاكل صحية نستطيع أن نقول ضربت أو أصابت الأعضاء الأخرى، هل هذا يعني أنه منذ الطفولة يجب أن ننتبه إلى كل المشاكل التي ذكرتها؟ يعني علينا أن نقي أنفسنا منذ الطفولة، نعلم أنه التسوس في الأسنان يبدأ في الصغر، نعلم أيضا أنه أي مشكلة في الرئتين أهملت في الصغر قد تؤدي أيضا إلى ارتخاء في الصمامات. الصمامات نعم بالتأكيد بالتأكيد لأنه هي الوقاية، نحن هذا الهدف من الطب الحالي والعصري هي الوقاية، لأنه إذا بدنا ننطر ليكون الصمام اهترى وتدمر نهائيا لنروح نغيره نكون فشلنا بالعمل طبعنا، وكإنسان أو كمريض كمان ما كان ناجح بالاهتمام بصحته. أهم شيء الوقاية منذ الصغر، وهون بشدد على الأسنان لأنه هي مثل ما قلت حالي يعني إن فوس يردو، يعني 50% من أسباب الالتهابات بالقلب بتبقى مصدرها هي الالتهابات في الفم وفي الأسنان كبيرة. وهذه نسبة كبيرة نسبة كبيرة. نعم. أكيد إذا كان الالتهاب جاي من أعضاء تانية مثل الأمعاء ما فينا نتحشيها، يعني ما فينا نعمل أو ربما عن طريق وقاية إعادة بناء الفلورا المعدية. يعني هناك اليوم حلول هناك صح نعم. بس ما بنقدر نحس فيها ونعرف فيها قبل. نعم. يعني لازم يكون الواحد عنده نظام غذائي سليم، هيدا أكيد، اللي يحافظ على الفلورا على الجراثيم الموجودة بالأمعاء واللي عندها وظيفة إيجابية. نعم. تدل موجودة البكتيريا الحميدة البكتيريا التي طبعا صحيح. تحفظ التوازن ما بين عمل الأمعاء والوظائف الجسم الأخرى. صحيح. أشكرك دكتور أنطوان شديد. يبدو أنه كل الالتهابات تأتي من المعدة حسب ما يقال، لا أعلم، كل الأمراض تأتي من عدم توازن في فلورا المعدة ما بين البكتيريا الحميدة والبكتيريا الضارة. تبقى برفقتي دكتور أنطوان جديد، سترد على أسئلة مستمعينا على رقم الهاتف التالي 00336932331 أو على أسئلة الواتساب التي تصلنا على هذا الرقم 00336072949. لديك أسئلة كثيرة وصلت قبل بداية الحلقة، فلا أعلم هل أثناء الحلقة إذا وصل أيضا كثير من الأسئلة، سنحاول تلبية طلبات الجميع. طبعا حسب ما يسمح لنا الوقت باقي فقط نصف ساعة على حلقة اليوم. شكرا لكم جميعا على المتابعة والمشاركة اليومية معنا. شكرا لكاتيا، لفانيسا، لزينب، وطبعا نعتذر منكم عن عدم طبعا تشغيل الفيسبوك لايف، هناك عطل تقني حسب ما فهمت، ولكن هذه الحلقة ستعيدون الاستماع إليها، نعيد بثها في نهاية هذا الأسبوع، فستتمكنون من الاستماع إليها مجددا. كل التحيات لكم من دكتور أنطوان ومني، وعودة إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.